ألف مبروك إلى أصحاب هذا المطعم والكافية الجميل وآية الرزق إن شاء الله. هلا وحباب، اليوم إحنا بافتتاح مطعم وكافية بروكس، تفاصيل كل شيء هواي وهدايا، تعالوا يا خلينا نتعرف عليه. يعتبر بروكس كافية من أفضل كافيهات كربلاء. اليوم هذا الكافية نضاف لمطعم بأكلات غربية منوعة، يعني صار مطعم وكافية بروكس. مو بس هيك، عندهم بارستا خاص للحلويات والعصائر والمشروبات الساخنة، يعني نقدر نقول صار مكان متكامل للشباب. كانوا مسوين احتفالية جدا جميلة. تم قطع شريط الافتتاح وتوزيع الكيك والهدايا على الحضور. كانت الفعاليات كلش حلوة وتم توزيع الجوائز الجميلة. اسعار المنيو مالتهم كلش حلوه، طلبت عصائر وحلويات ومعن فواكه واكيد العشاء الخفيف. وهسه كتبوا لي بالتعليقات زارين مطعم وكافيه بروكس لو بعدكم، اذا كنتم من محبين النراقيل موفرين النراقيل بانواعها. وصل طلبنا عصير ليمون بالنعناع ومعون فواكه بصلصتهم المميزه، واكيد راح اجرب الاكل مالتهم. طلبت برجر وكنتاكي وريزو. الكنتاكي كان كلش طيب مع صلصاتهم الخاصه مع الفنجر والثوميه اللذيذه. برجر الزنجر كلش حبيته، مشتغلين شغل صح عاشت الايادي. محبين الريز الصلصه مالتهم مختلفه وكلش طيبه، وانصحكم تجربوه. اليوم كنت يم مطعم وكافيه بروكس، عنوانهم كربلاء حي النقيب مجاور جسر الضريبه، بهذا المكان متواجدين. تحياتي لكم.